بما انه بيعرف بيتكم بدنا ندير بالنا منيح. وكيف عرف هالواطي؟ مانو لوحده سيد حسن، العصابة اللي معه بتطالع الحي من وكرة، رجاله معبئين البلد كلها. شركتي معروفة، إذا راقبني لإلي بكفي. إيه؟ لهيك لازم ننتبه. ولحتى تقدروا تلقطوا هالكلب ما لازم نبقى بمكاننا. مو هيك بالضبط. مصطفى له هم واحد وكلنا منعرفه. ميرنا، ولحتى نقدر نقبض عليه. وقف وقف وقف، مستحيل اقبل. ما بقدر اسمح لك تستعمل ميرنا كطعم، هاد مستحيل. نحن رح نحميها. مستحيل، ما بخاطر. مو عم تقول كل رجال الشرطة عم تدور عليه؟ طيب ليش ما نلقط؟ اوعك تشك بهالموضوع، اولتها واخرتها رح نمسكه. نحن بدنا نقبض عليه بشكل اسرع مشان ما يتأذى حدا تاني بنوب. طيب، رح انشر حواليكم عناصر مدنية. ميرنا لا تقلقي، رح ينلقط. خاطركم. الله معك. مع السلامة. بشوفك. ميرنا، ما رح بعيد عنك ابدا. منروح هالشغل مع بعض. جهزي حالك، بدنا نطلع بعد شوي. ماشي. ماما، وين ليلى؟ وأخي وينه؟ ماما راح لوين؟ عجهنم الحمراء، جن وحمل حاله وطفش مع المرأة. أختي ما في شيء، بعدين بحكي لك. لإمتى رح نبقى هيك يوسف؟ يعني وين ما رحنا رح تعلق مشاكل بسببي. شو رح تضربهم كلهم؟ واليوم تزعلت مع أهلك، هيك بدك تعيش؟ إيه. الماضي تبعي ما رح يتركني بالمرة، بكل عمري. نحن اللي رح نترك الماضي ورانا، رح نرجع على برلين. عندك جواز سفر؟ هلا بنقدم طلب، بكره او بعده بيطلع، ناخذ الفيزا وبنسافر. عن جد عم تحكي؟ عن جد. اصلا هلا ما قدرنا نستلم شغل، بنبلش من اول وجه. وانا فيني اشتغل؟ بحطك محل الجاتو اللي اشتغلت فيه ميرنا، صاحبته بتعرفنا، في حسين وفي نوري، معارفنا هونيك كتار، أكتر من هون بألف مرة، وهنيك زبايني أكتر. على فكرة المعلم بيلاقي شغل بسرعة، لا تقلق، اطمن. بكرة رح تشوفي كيف رح نوقف على رجلينا، ومعنا شوية مصاري. وأنا كمان معي شوي. نفتح صفحة جديدة نحن الاثنين. ميرنا أكيد عرفت. ألو يوسف، وينك؟ قاعدين بمطعم. خير؟ بدي أحكي معكم. ليلي. ليلى جنبك؟ طبعا جنبي. نحن رايحين على الشركة مع خليل، بتقدروا تجوا لهنيك؟ وليش لنجي؟ لتجي بفهمك، هلأ ما بقدر. هلأ بدنا نروح مشوار، بدنا نعمل شغلة، المسا بنجي. طيب ناطرينكم، يلا باي. رح يجي ما؟
شكرا كثير، باي. شغلك هون؟ ايه. كل التمديدات اشتغل اخوك بايده، عرفت شلون؟ تسلم لي. الله يخلينا اياك، يلا باي. الله معك. يعطيك العافية. الله يعافيك. رح تحملني على خصرك مثل السلة؟ رح حطك مثل التاج على راسي. تسلموا ايديك. شكرا، اهلا وسهلا. لك زوج. هلا بنعمل جواز سفر. والصور؟ بنروح بالاول عند المصور. طيب. وهلا بنسأل العريس. السيد وعد حسين، تقبل أنسة سمر كزوجة إلك بالسراء والضراء؟ بقبل. إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ بطلب من معازيمي وقفوا استناداً للصلاحية اللي أعطاني إياها مجلس البلدية، بعلمكم زوج وزوجة. برافو برافو.